ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هتكلم معاكوا عن صابونة فانتامور والكريم بتاعها. في منه سيرم بس انا ما جبتهوش. الصابونة لسه ما استخدمتهاش، بس انا استخدمت الكريم وحلو جدا، فعشان كده يعني ده اللي خلاني اجيب الصابونة. هستخدمها واقول رأيي برضو فيها ايه. عامة هو الكريم مناسب والصابونة عامة الاتنين مناسبين للبشرة الدهنية والجافة والحساسة، مناسبين لكل أنواع البشرة. بمعنى أصح، أنا عن نفسي بشرتي دهنية جدا وحساسة، بتلتهب من أقل حاجة. الصابونة هجربها، بس الكريم أنا استخدمته ترتيب حلو بالنسبة لي عشان أنا بشرتي الدهنية، بس ما ينفعش البشرة الجافة تعتمد عليه اعتماد كلي في الترتيب. لا، جيبي قصاده حاجة واستخدميها. الكريم أصلا مخصص لتفتيح البشرة ونضارة البشرة، فيه هيالورونيك أسيد وفيه فيتامين سي، في فيتامين اي، في مجموعة كريمات، مجموعة عناصر حلوة جدا لترطيب البشرة وتناعمها والنضارة. حلو ومناسب معايا. انا دلوقتي بعالج بشرتي عشان بمنتجات للتفتيح، لان انا خارجة من الصيف، بشرتي فيها اكسدة وبشرتي اسمرت، فمحتاجة حاجة ترجعها لونها الاصلي. فاستخدمت مجموعة حلوة جدا، بس قلت اجيب الكريم يساعد معاها وكده، لانه فيها هيالورونيك اسيد وانا ما عنديش حاجة فيها هيالورونيك اسيد. تمام. استخدموهم بجد، حلوين جدا، وانصحكم ان انتوا تستخدموهم وتستمروا عليهم لغايه لما العبوه تخلص. لقيتي نتيجه كويسه، كملي واشتري تاني واستمري عليه. اقل حاجه 3 شهور تستخدميهم، او لحد لما لون بشرتك يرجع اللون اللي انت عايزاه او اللون الطبيعي بتاعك. عامه هي ما بتفتحش قوي، بس هو بيرجع البشره لونها الطبيعي ويديها نضاره وحيويه كده. حلو جدا. لو انت بتستخدمي الديرما، اعملي الديرما وحطيه بعديها، حلو ومناسب جدا. انا اللي خلاني اجيب الصابونه واتشجعت لها، لان انا كنت جايبه قبل كده صابونه لايت اب وعجبتني، وكنت عامله عنها ريفيو. لو حابين تشوفوا الريفيو عن الصابونه عندي على القناه، فده اللي خلاني اجيب الصابونه دي، لان يعني هي طبيه ولايت اب برضو الدكتور كان كاتبها لي، فحلوه. فقلت اجرب بقى صابون، يعني انا زهقت من غسول، كل شويه اجيب غسول غسول غسول، يعني زهقت منه قلت اغير. انا من النوع اللي بزهق بسرعه، فحبيت ان انا اجرب صابونه فنتامور، مع انها يعني للتبييض والتفتيح وكده. هجربها وبعد شهر ان شاء الله هقول رايي فيها، او لو لقيت نتيجه ملحوظه في الاول كده هقول. يعني اقل حاجه هستخدمها اسبوع واشوف كده مع الكريم نظامها ايه، واعمل لكم عنه ريفيو لو لقيت ملاحظه في اي حاجه. يعني لو لقيتها بتاثر تاثير سلبي، مثلا بتطلع حبوب او كده، هقول. لو بتفتح البشره هقول. عامه انا بقول يعني بواقع تجربتي، وانا جربت منتجات، وهنا في البيت بيجيبوا حاجات فبستخدمها معاهم، فبجرب حاجات كتير. فبس هو ده ريفيو النهارده، اتمنى اللي هو يكون عجبكم. تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.